أول معرض لأصحاب الحرف اليدوية. طيب من مين؟ من ذوي الهمم. طيب فين؟ فاكرين الشط المجاني اللي في اسكندرية؟ أيوة، الشط بتاع ذوي الهمم. هناك بقى احنا عاملين المعرض، بيشتغلوا 100 فل وبيشتغلوا بإيديهم وبيطلعوا منتجات، والمنتجات بتتسوق وبتتباع ومن عرق جبينهم بيكسبوا. تعال نشوف التقرير اللي بيعكس الفارق ما بين المنتج واللي حاطط ايده على خده قاعد بيغني ظلموه. فاصل ونكمل الكلام. النهارده احنا متواجدين في باب رزق 2. احنا كنا افتتحنا من حوالي 20 يوم باب رزق 1 للاسر المنتجه اللي بتنتج مشغولات يدويه في البيوت عشان نعمل لهم معارض عشان يتعايشوا منها. النهارده كان الفكره والمقترح للاداره المركزيه للسياحه والمصايف ان احنا ناخد شاطئ المنظره المجاني في ظل ان بدا فصل الشتاء، ان احنا نعمل معرض كبير جدا لعدد من العارضين، 160 عارض وعارضة من ذوي الهمم والأسر المنتجة أيضا الخاصة بيهم، عشان نفتتح النهاردة المعرض ونبدأ المعرض بالفعل ونشوف المنتجات الخاصة بيهم اللي هي أنا شايف منتجات باهرة ومبهرة وحاجات جميلة جدا. فالنهاردة بنستقبلهم عشان يبدأ افتتاح المعرض ويبدأ العمل ان هم يبقى فيه زوار للمعرض عشان يبدأ عملية البيع والشراء، وده نوع من انواع الكسب الطيب المشروع لذوي الهمم. واحلى ما في المعرض انه دايما يعني كلنا يعني كل ذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي الهمم بأنواعنا بمنتجاتنا، ان احنا كل واحد طبعا بيبقى عنده مهارة في حاجة معينة بيطلعها، ده الأهمية للمعرض إن كل واحد جاي وعارف هو بيقدم حاجة. شاركنا في المعرض كلنا، عملنا سباح ومفارش وعلب مناديل وفوانيس. المعرض بصراحة يعني إقامته بتعرف الناس إن ذوي الهمم لهم مهارات ممكن يقدموها، حاجات ممكن يعملوها يعني يثبتوا نفسهم. مشاركين في المعرض من بسبب ان انا يبقى ليا دخل معين. بعد ما خلصت تعليمي حاولت ان انا اتوظف، ما لقيتش وظايف، فحاولت ان انا اخد اتدرب تحت ايد الاستاذ كامل تحت شرف الجمعيه، ان انا اقدر اعمل الشنط ديت واقدر يبقى ليا دخل ثابت كل شهر. شاركت في المعرض ده الشهر اللي فات، بس هو ما كانش لذوي الهمم بس، هو كان للعارضين مجمل. بصي، هو انا بالنسبه لي ده مميز عن اللي فات، حتى حاسه ان الاهتمام بيه اكبر بينا هنا. بصي، مبسوطه بالجو العام، مبسوطه بموقعه البحر، مبسوطه عشان بمحافظتي. انا كنت دايما بطلع معارض بره المحافظه، فبالنسبه لي فرحانه بيه قوي، تشجيعه حلوه قوي لذوي الهمم بما انه الشهر بتاعنا وبيحتفلوا بينا، فهم حبوا يحتفلوا بينا بطريقتهم ويعملوا لنا معرض حلو قوي كده. والله كان فيه بوست على الانترنت اللي محافظ بيدعونا جميعا ضعاف التمع وذوي الهمم لحضور المعرض، وكلمتهم وقالوا انت معانا في المعرض اكيد، وجيت النهارده وبشكر سياده المحافظ على المعرض الجميل ده، انه عرفنا ولما شملنا جميعا كلنا في المعرض وبيتفرج على منتجاتنا اليدويه.